أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل يقول: ما حكم أخذ الدين لأداء العمرة؟ لا ينبغي من السبيل لأجل أداء العمرة، لأنه إذا كان معسرا ما يستطيع السبيل إلى العمرة والحج، فليس عليه حج ولا عمرة حتى يستطيع، فلا ينبغي له أن يستبيل محمد ذمته شيء لم يلزمه الله به. نعم.